وتعرف الحكي ويا الشخص البالغ مو مثل ما تحكي ويا واحد عجي. لا 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 احترم نفسك، مو قلت لك العجي يعني الزعطوط، وحشى ابو ريكان يكون زعطوط. عندما وعدناهم بسكات صوت الزعطوط وتهشيم مطرقته اني اعرف ان هيمنه الزعاطيط واعوانهم المنافقين والمأجورين اتحفتكم، وبالحق خلعوا الزعاطيط من كراسيهم وما اظن بان مجلسهم في مكانه الطبيعي قريبا جدا. لا 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 دكتور جمال، لا دكتور جمال مو انت بعير. بعدين هذا الزعطوط اللي تقول عليه من جابه صدر العمليه السياسيه وقع من عطارد؟ محمد كان هو يبات يم محمد الكربولي وجمال يعني بيتهم اللي بالخضراء يعني يعتبرونه جزء من عندهم يعني. ما اقول غير بس الله يكون بعون ابو ريكان على هالصدمه اللي حتى اصدقاء المقربين تخلوا عنه مثل محمد وجمال الكربولي، لا ويسيئون له، ولو انا على يقين انك اكبر من الكلام هذا واعتقد حتى ما راح ترد وتحسس بقيمه الجمال الكربولي. هو المدعو جمال الكربولي، كنا نعرف قصه الهلال الاحمر وكنا نعرف قصص الصناعه وكنا نعرف ايش سوى هو واخوته، ما مخفيه على احد، يريد يوخرنا من دربه حتى يرجع على فساده ويرجع على بوقه ويرجع على نهبه ويرجع على التغيب والتضليل والافكار السيئه السوداء اللي كنا نعيش بيها. لا 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 ابو ريكان، لا ابو ريكان اخويا بس اعطينا مجال، ترى عيب الحكي هذا ينقال تجمعات عشائريه وقنوات فضائيه وزحمه كلش تظلون بهاي الخلافات، وواحد يسب الثاني وواحد يطلع مكسرات الثاني، وخصوصا انه انت ان الحلبوسي فكر وليس منصب.